مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين شتي في البث المباشر مباشره من مدينه الجزيره. وهذه الحاله هذه حاله يرجى لها من العيب والعار اننا نشوفوا 2023 ونحن مقبلين على 2024 ومقبلين على كاس العالم. شومه وعيب وعار، يعني شوفوا الحاله الكارثيه اللي ولات كتعيش فيها مدينه الجزيره. هذه الحديقة هذه اللي ولات الحديقة مخصصة للمتشردين وللدعارة والفساد. كنبغي كل واحد كيتفرج وغايو على المدينة ديالو يحاول يبارطاجي باش اننا نحاولوا نناقشوا هذا الامر هذا. وكنتمنى لي كومونتير ديالكم اننا نشوفوهم ونحاولوا نجاوبوا عليهم. شوفوا مشاهدي ومتابعين شفتيه، هذه الحديقة هذه امام الحي البرتغالي كانت كتمتاز احسن حديقة في مدينة الجديدة. ولكن اليوم اللي كنشوفو امام الاعين ديالنا انها ولات او وكر للدعارة والفساد. لان كنشوفو هنايا يعني من العيب والعار اننا نشوفو حالة السيادة هنا، يعني شوفو غير الناس في الليل في ولاو كيبولو، شوف فين ولاو كيقضيو الحاجة ديالهم. شوف الحالة الكارثية، شوف اللوز وكوكاو فين محطوط، وهنا شي واحد يمكن لا كانوا كيشربو وشوف، هادي راه واحد الحالة يرثى ليها والله ما نكذب عليك. وهنا راه هادوك الكراطن اللي تما راه تما كيبركو يعني العيالات اللي كيمارسو الدعارة. أقسم لكم يمينا إلى ما كرهت، وهذا نداء أمن مدينة الجديدة أنه يحاول يدير دورية خاصة لهذا المكان هذا، لأن هذا المكان هذا في الليل اللي كتدخل 9 الليل ولا 8 ولا 10 بغينا نشوفو غير رجل أمن واحد كيدور هنايا والو، ولا أحد يستغيث لهذا المكان بحال ما محسوبش نهائيا على مدينة الجديدة. ها شوفو كيريحو هنا، معروفين الأماكن ديالهم بلا ما ندوي على المنازل في الأوكار ديال الدعارة فين كاينين، بلا ما ندوي على بزاف د الحوايج. ها البلايص ديالهم هنا، يعني اللي كنتمنى من الأمن الوطني ديال المدينة الجديدة أنه هذا فضلا ماشي أمرا، فضلا ماشي أمرا، أنه يحاول يدير شي دورية أمنية لهاد الأماكن هادو هنايا في هاد الحديقة هادي، لأنهم وسخوا هاد المنطقة هادي، لأنه وليتي كتبغي تدوز تو عائلتك كتسمع خويا تكري. هو الاساس ماشي هو انك تكري، الاساس هو انك تقول لا اه واش تبقى شاهد معاه الهضره وتقول لك واش نجيب لك دريه. وزائد انه التجاره في البشر، انه كاين قاصرات كيتاجروا فيهم، كتقول لي واش باغي دريه صغيره ولا باغي دريه كبيره. فمن العيب والعار ان نسمو بحال هاد الشيء هذا. هذيك البلاصه ديما هكاك، راه يشهدون عليها الناس، انها توسخات. هاد البلاصة هادي توسخات بمعنى الكلمة. لهذا مشاهدي ومتابعين شوف تيفي، كنتمنى الكلام ديالي يكون خفيف على قلوبكم، كنتمنى الرسالة تكون وصلات، ونتلاقى معكم في فيديو مباشر آخر في أمان الله. إلى اللقاء.